السلام عليكم. النهاردة حضراتكم جايبين أكلة جميلة وخفيفة ومعقولة، يعني هتعجب إن شاء الله حضراتكم. معلش أنا السيزون ده كله سمك، فإحنا هنشتغل في السمك النهاردة إن شاء الله الحلقة دي تعجبكم. إحنا جايبين سمكة حلوة بتاعت بلدنا، سمكة نيلي أسوان، سمكة نيلي. لا هياش بولتي حضراتكم، أنا جايب النهاردة بياض نيلي. بياض النيلي ده سمكة حلوة قوي، بتاكل خضرة في النيل وتاكل سمك صغير، مش زي القرموط بتاكل مثلا أي حاجة في النيل، لا دي بالذات بتاكل الخضرة اللي بتطلع في النيل، وبتاكل سمك صغير وحاجات، أكلها نظيف جدا، وهي سمكة نظيفة وفي نفس الوقت ما فيهاش شوك كتير غير السلسلة اللي هي العمود الفقري بتاعها. السمكة دي اسمها ايه؟ اسمها بياض نيلي. بصوا حضراتكم انا جايبها ايه، معلش هو احنا جابولي سمك كبير شوية، بس هنظبط. طبعا في احجام اصغر من كده بكتير، مش لازم اجيب الكبير قوي، وفي اكبر من كده. السمكة دي جميلة جدا، هوريها لحضراتكم. بصوا الجمال بتاع السمكة، كلها لحم. بصوا انا اهو بوري حضراتكم كلها لحم، ما فيهاش شوك غير العمود الفقري اللي هو الجزء اهي الحته دي، والباقي ده كله لحم. فطبعا السمكه دي حضراتكم انا هعملها بطريقتين، هحمرها وهعمل منها طاجن. فهحمرها نحيقها الاول، نتبلها الاول، نبهرها ونتلعها كده، وبعد كده نحمرها ونشوف هنعمل ايه. احنا بنقطعها، انا بقطعها طبعا بس بفصلها، بكمل فصلها عشان انا كده ترنشاتها جميله وكبيره وحلوه. جبنا الكبه هنحط فيها شويه بصل، عايزين نعمل تتبيله حلوه، نديها شويه بصل كده، شويه خضره، بقدونس على كزبره على عود كرفس متقطعين مع بعض، ثوم، وده مهم طبعا، السمك من غير الثوم ما ينفعش، نديله ثوم كفايه لان معايا كميه. شويه كمون، طبعا السمك روحه الكمون، كزبره ناشفه، توابل سمك، بابريكا، شويه شطه حمراء كده معقولين عشان يبقى تكمله الاكله الاسواني دي، والليمون اهم حاجه طبعا حضراتكم، عصير الليمون. معايا قرن فلفل سبايسي هقطعه كده واحطه هنا كده، وفلفل عادي، وابدا اضربهم. لسه احط شوية ملح بعد ما ضربتها بشوية، عندي ملح، شوية فلفل اسود برضو يدوني طعم حلو كده، نكهات كويسة، ما كترش فلفل اسود. تبل السمكة بتاعتنا كده، لازم اتبلها كويس قوي، اديها حقها في التتبيلة عشان تتشرب وتبقى حلوة معايا ويبقى طعمها حلو. السمكة دي بتحب التتبيلة الزيادة. ومنظرها جميل ازاي؟ ادي العمود الفقري حضراتكم اهو، بتقلي فيه اللي هو الشوكة بتاعتها، هي ما فيهاش شوك زي بقية السمك. بكده حضراتكم انا تبلته، هسيبه في التتبيلة لمدة ساعة، وبعد كده هبدره في الدقيق. شوفوا حتى انا الديل فتحته ومليته من النص عشان يبقى طعمه حلو جدا. هنعمل حضراتكم دلوقتي، احنا خلاص سيبنا السمك لمدة ساعة في التتبيلة، هنعمل بقى حاجة مهمة قوي اللي هي التسبيكة بتاع طاجن السمك اللي هندخله الفرن، ودي مهمة جدا
وده السر كله في التسبيكة دي. ننزل بالزيت، هنزل بالبصلة، نشوح البصلة بتاعتنا كده. كده أنا شوحتها شوية، هاخد من نفس الخلطة اللي أنا تبلت بيها السمك، الثوم والخلطة اللي أنا عملتها حطها عليها عشان تديني نفس الطعم بتاعها. هنزل بشوية معجون طماطم. ليه هنزل الأول بمعجون طماطم؟ عشان لما بنزل بالصلصة الأول مع البصل والزيت وكده بيديني التست بتاعه، يبقى أعلى شوية في اللون بتاعها قبل ما انزل بعصير الطماطم بتاعي. هنزل بعصير الطماطم، كده حضراتكم حوطت النار عليها تتسبك، ونبدأ نولع على الزيت بتاعنا ونبدر السمك ونبدأ نقلي السمك بتاعنا. هديها شوية ملح وهي بتتسبك كده خفيف، وشوية فلفل، وشوية كمون صغيرين بس، واسيبها تتسبك. هنبدأ مع حضراتكم بقى نبدر السمك بتاعنا. بسم الله، طبعا بقاله ساعة في التتبيلة، سلونه بقى حلو ازاي. نبدره كده في الدقيق، رنشاته جميلة، وانا بحطه في الزيت انفضه كده عشان ما يبقاش ايه كله دقيق. هنا بيختلف الامر معايا، لازم انفضه كده عشان كمان الزيت بتاعي ما يتحرقش. اهو بصوا حضراتكم جميل ازاي، لازم يبقى كده. طبعا حضراتكم عارفين ان السمك لازم يكون زيت غزير كده عشان اقلي السمك بتاعي وينجح. بصوا لونها هي طالعه عامله ازاي حضراتكم، جميله ازاي، مفيش اجمل من كده. كده حضراتكم خلصنا التحمير، نعمل الطاجن بتاعنا، نرصه كده. هديله شويه بطاطس نص تحميره كده عشان تاخد طعم السمك وتبقى حلوة معنا. نديها التسبيكة بتاعتها، نهز الطاجن كده عشان التسبيكة تنزل تحت، وندخله الفرن لمدة 10 دقائق ربع ساعة تحت الشواية، ياخد وش جميل كده ويطلع يتاكل بألف هنا وشفا. كده حضراتكم احنا عملنا السمك النيلي النهاردة البياض على 2، طاجن في الفرن وسمك مقلي نقدر ناكله كده، جميل جدا، هيعجب حضراتكم قوي. عملت حضراتكم تتبيلة كده، الرشة اللي هنرشها على السمك عشان يديني الطعم الحلو. ايوه انا عامل السمك ومتبله تمام، بس بعد التحمير بيحتاج كده حاجة على الوش. ايه هي؟ عامل كزبرة وكمون وجوزة الطيب وملح وشوية فلفل، ومقلبهم مع بعض، وبحرش الرشة دي تديني طعم حلو للسمك. بكده حضراتكم خلصنا وصفة النهاردة، سمك بياض نيلي جميل جدا، عملنا منه محمر وعملنا منه طاجن، ومعانا طبق سلطة بلدي تحفة هيعجب حضراتكم جدا بألف هنا وشفا. مع تحياتي عبدو سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.